السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إليكم بفضل الله في حلقة جديدة من برنامجكم الخبير العظيم. اليوم الحلقة حول تقييم لعطر لايتون من دار بارفان دو مارلي، فابقوا معنا. بارفان دو مارلي كما تعلمون هي شركة فرنسية تحاول إعادة إرث العطر للملك لويس 15 الذي كان مولعا بشيئين، العطور والخيول الأصيلة. لذلك كل أسماء هذه الدار أو عطور هذه الدار هي أسماء لفحول سواء عربية أو من سلالات أخرى تم استجلابها إلى القارة الأوروبية في القرن 17. وعطرنا عطر لايتون لا يخرج عن هذا المنوال، حيث أن لايتون هو اسم لفحل من المغرب، فحل من السلالة البربرية تم استجلابه إلى بريطانيا في 1608، وأسس هنالك السلالة البربرية للخيول الأصيلة. المهم، عطر لايتون أصدرته الدار في سنة 2016، وهو من تركيز أوطافان من أو ماء العطر. القنينة تأتي في غلاف عادي نوعا ما لهذه الدار، أزرق بخطوط فضية، وكل من رمز الدار واسم العطر لايتون بنفس اللون الفضي للسدادة. هذا العطر، عطر لايتون، ينتمي إلى عائلة خاصة من العطور، هي عائلة أو مجموعة الرويال إسنس، تضم عطور أخرى مثل كارلايل وواجان وغيرها. إذا كان هذا هو الغلاف الذي أعتبره نوعا ما عاديا. نأتي إلى العطر. العطر في قنينة رائعة ذات حلة متقنة زرقاء نوعا ما، مع قنينة أو مع سدادة معدنية فضية ثقيلة نوعا ما، ثقيلة جدا. و رمز الدار خارج من القنينة، كما أن اسم الدار مكتوب تحتها، وتاريخ التأليف أو تاريخ تأسيس الدار التاريخ الأول لأنها أعيد إحياؤها كما قلنا. بينما اسم لايتون لا يوجد مكتوبا على الزجاجة، وإنما كتب فقط على العلبة. إذن نأتي إلى هذا العطر. كما تعلمون عطر لايتون أثار الكثير من التساؤلات وأسأل الكثير من الحبر، فهو منذ 2016 أثبتت دار بارفان دو مارلي أنها دار متواجدة وثابتة ذات ركيزة قوية في هذا المجال، في مجال عطور النيش. الكل يعلم أنه سنة 2010 إلى اليوم أثبتت دار كريد مثلا أنها دار متواجدة على الميدان، وأن عطر أفينتس كان هو المجدد لمجد هذه الدار. أعتقد أن هذا العطر كما عطور أخرى من هذه الدار بينت أو حذية هذه الدار أو تفردها على هذا المجال. عطر لايتون هو من فئة 125 ml قنينة، وهو من العائلة الشرقية الزهرية أورينتال فلورا. سوف نأتي إلى هذا التصنيف أو إلى هذه العائلة ونتساءل هل فعلا هو يندرج ضمن هذه العائلة أم لا. إذا من وراء هذا العطر؟ إنه الأنف المصمم الفارسي أصل حميد ميراتي كاشان. حميد ميراتي كاشان عمل مع هذه الدار أكثر من غيرها، أصدر لها عديدا من العطور، يمكنكم فقط الرجوع إليه ومعرفة هذه العطور التي في حياته أو في منجزاته. إذا ننتقل الآن إلى المكونات. المكونات التي في هذا العطر أو الداخلة في تركيبه، كمقدمة هنالك الماندرين هو نوع من البرتقال، هنالك التفاح الأخضر، هنالك الخزامة، وهنالك البرغاموت. القلب زهري نوعا ما، حيث يدخل كل من البنفسج، الجيرانيوم وما يعرف بالعدام،
والياسمين في تركيبه. والقاعدة خشبية نوعا ما، هنالك أخشاب الكاياك، هنالك الصندل، كما أن هنالك مكونات أخرى مثل الباتشولي، الهيل، الفلفل الوردي والفانيليا. إذا هذا العطر عن ماذا يدور؟ إذا أردنا مثلا أن نتحدث عن عطور أخرى فنقول أنها تدور حول نوطة أو نوطتين. هنا الأمر غريب نوعا ما، لأن المجموعة ككل هي حول ما يدور عليه هذا العطر. الفانيليا، الأخشاب، التفاح، الخزامة، كل هذا هو قلب هذا العطر أو ركيزته التي تدور حولها المكونات الأخرى. لمن يصلح هذا العطر؟ أعتقد أنه يصلح للشباب. غالبية العطور التي أقدمها ينتهي كلامي بأنها عطور تصلح لفوق 30 سنة وللرجال أو للنساء البالغات مثلا، لكن هذا العطر أعتقد أنه يصلح للشباب. إن كنت من هذه الفئة العمرية أنصحك بهذا العطر. يصلح لجميع الفصول في نظر الخاص، خاصة الربيع والصيف. يمكنك استعماله بالتأكيد كتوقيع عطري إن كنت تستطيع أن تتحمل تكلفته ولن يخطو لك أبدا. وإن كنت من الفئة التي تستعمل العطور من أجل الإطراءات، دون سؤال اشتري هذا العطر، لأن الكم الهائل أطنان الإطراءات التي سوف تتلقاها سوف تجعلك تعشق هذا العطر. الحبكة العطرية هنا رائعة جدا. يبتدئ بداية، سوف نرشها حتى أبين لكم كيف هو البخاخ. بخاخة عطور دار مارلي رائعة جدا. يمكنك التحكم بقوة العطر، يمكنك التحكم بالكمية التي تريد أن ترشها. أول ما أشتم هنا، وهذا التقييم هو دائما أؤكد أن تقييماتي خاصة بي، لذلك أنصحك في نهاية الحلقة أو في بدايتها بأن تكون أنت هو الخبير العطري وأن تختار أنت ما يناسبك من عطور وأن تحكم على العطر أو على العطر عفوا انطلاقا من تجربتك الشخصية. لا تفعل أبدا ذلك الشيء الذي يقدم عليه الكثير وهو شراء عطر انطلاقا من تقييمات أو من سماع أن أحد ما اشتراه أو أعجب شخصا ما، أو أن تشتمه في شخص آخر، لأن الجلد وهو الذي يجعل العطر حيا ويتفاعل معه هو ما يجعل العطر مختلفا من شخص إلى آخر، حيث أن جلودنا مختلفة باختلاف العمر، الجنس، حتى نظام غذائي يؤثر. لذلك اجعلها تجربة شخصية. لا ترش العطر أبدا على الثوب أو الورق عندما تريد التجربة، إنما رشه على جلدك، لأن العطر سيحيا وسوف ينبئك بمكنوناته ودواخله. إذا عند أول رشة، ما الذي يتبادر إلى أنفي؟ بداية لامعة لكنها ليست لاذعة، بمعنى أن الفلفل، أن البرغموت، والبرغموت هنا ضعيف نوعا ما، والمندرين بالإضافة إلى الخزامة حاضرة جدا وجعل من هذه البداية بداية تابلية نوعا ما، كما أن الهيل أو الكاردموم حاضر. وشيء أريد أن أنبه إليه هو أن بعض الناس يقولون أن العطر يحتوي على نقطة نعناع. نقطة نعناع غير مذكورة، لكن أؤكد وأعيد أن دور النيش لا تفصح عن كل مكونات العطر. نقطة نعناع موجودة نوعا ما، لكنها ليست بحدة مثلا الفلفل، أو هي مستترة نوعا ما ومتخفية وراء هذه النقطة. لذلك فإذا أردت أن أشبه لك هذا العطر، فخذ على سبيل المثال مجموعة هذه العطور التي سوف أقول، كلها قم بضغطها وسوف تعطيك شيئا مشابها، ليس مماثلا بنسبة 100%. خذ على سبيل المثال لانميدلان، إيروس، جوب أوم، وإغريغ، عطر إغريغ من دار إيف سان لوران،
بيور مالت. بعض الناس ايضا يقولون الترا مال من دار جون بول غوتيه. كل هذه العطور اعتقد انها توحي الى او يوحي اليك استعمال هذا العطر بهذه العطور التي ذكرت، لان بعض المكونات الغالبه او التي هي ابطال تلك العطور موجوده هنا. على سبيل المثال الكاردامون الموجود في إيف سان لوران تجده هنا، او التفاح الموجود في عطر إيغريك سوف تجده هنا، الى غير ذلك. لذلك فهذا العطر هو فيرساتيل، بمعنى انه قابل للارتداء في اي مناسبه، مثل تماما مثل عطر افنتس. يمكنك استخدامه في العمل، يمكنك استخدامه في البيت، يمكنك استخدامه في موعد، في مقابله، في عشاء عمل، مناسب لكل الظروف. ايضا ما يجعل هذا العطر عفوا ما يجعل هذا العطر رائعا هو ان ذلك العبير الذي تشتمه يوحي بالقوة، يوحي بالثراء، يوحي بالعظمة، يوحي بأنه شيء مغاير لما في السوق من عطور ديزاينر وعطور التيار. لذلك فهو على نقيضين. النقيض الأول هو أنه كما قلنا يحتوي على عدة عطور أو يحيل إلى عدة عطور يستعملها الناس، لكن المكونات التي فيه رغم أنها مشابهة لهذه العطور إلا أن نوعيتها وفخامتها تجعل منه عطرا يوحي بالثراء ويوحي بأنه شيء مميز. إذا قلنا أن العطر عميق، قلنا أنه غني، قلنا أنه متفرد، قلنا أنه متعدد الجوانب، وقلنا أنه أيضا مغري نوعا ما. العطر بدأ يتفاعل، قلنا أن بدايته نوعا ما تابلية، لكن بعد مدة تظهر حلاوة رائعة. التفاح الأخضر في بداية العطر يكون لامعا نوعا ما، يكون برايت، ثم بعد ذلك تدفعه الفانيليا التي تظهر بعد 10 دقائق أو 15 دقيقة أو أقل حسب الجلد إلى جهة أو عالم الحلاوة. هو حلو لكنه ليس غورموند، بمعنى أنه ليس من فئة العطور التي تحيل إلى أشياء تؤكل كعطور بايكيليان مثلا، لكنه حلو. تخيل على سبيل المثال حلوى التفاح مثلا، الأبل باي، يمكنك شم هذه النوطة أو هذه النكهة في هذا العطر. لماذا؟ لأن الفانيليا والتفاح معا. الفانيليا كما نعلم أنها حلوة، لكن التفاح هنا يبقيها في مجال الرجال، لأن هذا العطر رجالي. التفاح الأخضر يبقيها في مجال الذكورة أو يبقي العطر ذكوريا. بعد ذلك تظهر أشياء أخرى، البنفسج، الياسمين والأخشاب الثمينة، الصندل والقاياك، تحيل على طابع عميق وطابع خشبي قوي نوعا ما. إذا فهذا العطر هو تابلي لاذع في مقدمته، حلو نوعا ما، زهري في وسطه، ثم في نهايته فهو خشبي، لكن يبقى معه كل من التفاح والفانيليا. التفاح والفانيليا تشتمه على طول مصاريق العطر. لذلك فهو اعتقد انه في الوسط بين ما هو خشبي قوي رجالي ذكوري نوعا ما. ايضا نسيت ان اذكر ان من العطور التي يحيل اليها لايطا هو عطر بوس باطل، لان نوطه التفاح والاخشاب مشابهه. وبينما هو حلو ومفرح كالفانيليا. ما يخص مميزات العطر، اشعاع العطر قوي، ثبات العطر على الجلد، هنا ايضا مساله الباتشات. نعم، لأن الباتشات الأولى لهذا العطر إلى غاية 2018 أطول أو أدوم، أكثر دواما على الجلد من الباتشات الموالية.
الديل العضري كما قلت هو الذي سيجلب لك الإطراءات، لا تسأل عنه أبدا، لأنه أكثر من رائع، أكثر من كامل. إن كان هذا توصيف صحيحا في مجال العطور فأعتقد أنه يليق بعطر ليطر. أيضا مسألة ماذا أختار، هل أختار عطر ليطن أم أختار عطر ليطن إكسكلوزيف بما أنهما في نفسي الخط، هذا خطأ. عطر ليطن وعطر ليطن إكسكلوزيف عطران مغيران تماما أو مختلفان 100%. يمكننا اعتبار ليطن إكسكلوزيف عطر خاص، فقط ما يشابهه هو الاسم مع عطرنا هذا. عطر ليطن إكسكلوزيف هي أقوى ومكوناته أكثر غموضا وأكثر قوة نوعا ما، لذلك أنصح به الرجال العارفين والكونواسور للعطور. عطر ليطن هو للمبتدئين في عالم النيش، إن كنت تريد أن تختار عطرا ضجرت من عطور ديزاينر لأنها متشابهة، ضجرت من عطور ديزاينر لأن دوامها بعد 2017 إلى اليوم صار شيئا تافها نوعا ما، اللهم إلا بعض العطور في عالم الديزاين التي لا زالت تحافظ على هيبتها كعطور شانيل مثلا، وتريد أن تبدأ عالم النيش لكنك متردد نوعا ما ولا تعرف ما الذي سوف تقتنيه، دون تردد اقتني عطر ليطن وسوف تدخل هوس أو حب العطور وخاصة عطور النيش، وسوف تصير من محبي العطور ومن جميعها، لأن هذا العطر أعشقه إلى حد الهيام، وأعتقد أنه يستحق فعلا أن يكون سفيرا لهذه الدار، دار ليطن أو دار بارفان دو مار. أبدع حميد ميراتي كشاني أيما إبداع في حبكته العطرية هنا، فكان هذا العطر صراحة يليق ببلاط لويس 15 لو أنه حي ولو أنه معنا اليوم. ثمنه 210 في حدود 210 يورو أو ما يقابله بالأمريكي بالدولار الأمريكي 290 دولارا أمريكي. إن كنت تستطيع أن توفر هذا العطر فافعل، لأنك لن تخسر أي قرش من القروش التي ستدفعها فيه. أعتقد أن هذا ما يقال. بالنسبة للنساء، هل يمكنهن ارتداء بارفان دو مار؟ نعم بالطبع يمكنهن ارتداء بارفان دو مار في حدود، إن كنت من السيدات محبات لعطور غورموند وكل عطور كيف في هذه الجهة عطور غورموند، أعتقد أنك سوف تعشقين هذا العطر. لكن إن كنت من السيدات المفضلة للعطور الزهرية فعليك أن تحاولي تجربة العطر مرات، لأن الزهور كما قلنا تظهر نوعا ما متأخرة، بينما يمكنك أن تنفري من العطر بسبب بدايته اللادعة. أعتقد أن هذا كل ما يقال حول هذا العطر، أكثر من رائع، هذا العطر فريد من نوعه المحبب عطر ليطن. جربوه، اقتنوه إن كنتم تستطيعون، فإن اقتناءه سوف يضفي عليك سعادة خيالية لا توصف. إذا كان هذا هو بطلنا لهذه الليلة أو لهذه الحلقة، شكرا على متابعتكم، أنصحكم بمتابعة محتواي، اشتراك في قناتي وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بآخر الفيديوهات. لا تنسوا أيضا تفاعلكم مع القناة، تعليقاتكم، تساؤلاتكم، كل ما تريدون طرحه فهو مرحب. اشتركوا في قناتي ولا تنسوا مشاركة هذا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي. إلى هذا وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله، استودعكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.